ربنا يخليك ليا يا جيجي. قولي يا اختي بنت عيله ما يجيش وراكوا الا هم القلب. قول انت عارف انت وحشتيني قد ايه؟ وانت كمان قوي يا ماما. يا روح قلبي مامي، يا روح قلبي مامي. انت انا متشكر قوي يا جماعه، انتوا رديتوا فيا الروح انا غاليه. ما تصوروش احنا كنا قلقانين قد ايه. معلش يا شيمي بيه، الحمد لله على سلامته. رامي زي العسل، ربنا يخليه لكم. انت عندك اولاد يا ريان؟ لا لسه ربنا ما زالش. طب يلا بقى شد حيلك عشان تلحق تفرح باولادك وانت صغير وتشوف احفادك، دي متعه كبيره. ان شاء الله ان شاء الله يا باشا. امال التالت بتاعكم فين يا يوسف؟ لا باشا تالتنا قاعد شويه استجم. خليه يستجم براحته، فلوسه هتروح لغايه عنده عشان يستجم. يوسف انا بجد مش عارفه اقول لك ايه، انا متشكره قوي قوي يا يوسف بجد. على ايه؟ انا وعدتك ونفذت وعدي. بجد انا حاسه ان مفيش اي حاجه ممكن اعملها لك عشان ارد لك الجميل اللي انت عملته معايا ده. هو الصراحه فيك بجد. طب قول لي اي حاجه من فضلك قول لي. خليها بعدين. بقول لك يا يوسف، ما يلا بقى عشان نلحق المشوار بتاعنا. مشوار ايه؟ المشوار بتاعنا لسه هنجيب حاجات وعبايات. استاذن احنا انتوا خلاص هتمشوا؟ ايوه برشمي بيه. مع السلامه يا رجاله. شكرا. سلام يا باشا. قول باي. قول باي لانكل. سلام عم رامي. بس عليا توحشني. ها وباي انكل التاني. باي. مع السلامه. مع السلامه. باي. يا ديبو مبسوط هنا ولا ايه؟ تمام فل. طبعا انت عارف لازم انقلك من البلد اللي احنا كنا فيها ديت، لان اي حد من العيال اللي كان شافك كان هيرجعك مصر في صندوق. ارجع فين؟ لما صدقت اجي هنا ما خبيش عليك. وفي شويه حاجات في مصر كده وحشاني. وحشاني قوي يعني. بس عادي كله يستنى، وانا ما استنيت. بعدين لما الدنيا تتحرك اوقفها انا. يا عم الدنيا مفتوحه، شاور انت بس. انا قلت لك يا بابا معايا شويه قرشين كده، عايز احطهم في المكان الصح من غير كحراطه وتراب وارض، كفايه بقى. معلش سيب لي نفسك وانا هظبطك. بس في الانجاز. الانجاز ما تقلقش. حبيبي يا بابا. هيهاجر؟ طب والمحل والورشه؟ هيبيعهم طبعا. وانت هتروح فين يا ابن الناس؟ انا اعرف اللي بيشتري بيجي وجايب الصنايعيه بتوعه معاه. وبعدين ولنفرض انه شغالك عنده، هتبقى مجرد صنايعي عادي جدا وبرضه هيركب ناس عليك. شفت يا جلال؟ بعد خدمتي ليه طول السنين دي كلها تبقى دي اخرتها. الراجل ده احنا لينا حق عنده وهناخده. انت اللي شلت المحل ده على كتفك لحد ما واقف على رجله، انت اللي كنت بتديره وبتبيعه وبتشتري، وهو حيلا بياخد الفلوس. بقول لك ايه؟ اصحى. الراجل ده من غيرك ما كانش كسب ولا مليم. طب اعمل ايه يا جلال؟ لازم نطلع منه بمصلحة. ما لو كان عمل معانا الصح وادانا حقنا بالمعروف كنا سكتنا، انما ما عملش كده يبقى يستاهل. انت هتفضل عبيط لحد امتى؟ يا ابني انت خيبان مداريان. ارفع اي حاجة من حواليك من غير ما ياخد باله. ما هو لو في عدل في الدنيا دي، لو في بقى عدل كان على الأقل شاركك في المحل. يا ابني أنا ما شفتش الراجل ده يوم واحد تعب ولا هيشال الهم بتاع المكان. انت اللي مفحوط ليل ونهار لحد ما خليت المكان ده سمعه سمعه سمعه. وحياه ربي يا رب، الراجل ده لو كان ليه ابن من صلبه ما كان عمل اللي انت عملته. ايه يوسف؟ عايزك في كلمه. ازيك يا جيجي؟ عامل ايه؟ ديبو فين يا يوسف؟ ديبو جاله شغل هناك مع بعض، فهيقعد شوية يعني يعمل قرشين وبعدين يرجع على طول يعني. مفيش حاجة يا جيجي يعني. حقه. حقه؟ وحق أنا فين؟ حق أنا فين يا يوسف؟ يا جيجي لو كل اتنين في علاقة مع بعض ابتدوا يتكلموا في حق مين وحق فين والكلمتين دول، ما كانش في اتنين في الدنيا عاشوا مع بعض. هو ما قاليش ليه إنه كان ناوي يقعد ومش راجع؟ لأنه هي جت صدفة، هو ما كانش يعرف، هو لقى الشغلانة دي. ما تدافعش عنه. هو كان ناويها. ناويها من زمان قوي. اللي انا مش فاهماه هو ما بيقوليش ليه. دايما بيسيبني اخر واحده تعرف. لا. ايوه. هو انا اكره له الخير؟ ولا يعني هقطع له رزقه؟ لا طبعا يا جيجي مفيش الكلام ده، بس زي ما بقول لك هي جت صدفه. خلاص ما تدافعش عنه اكتر من كده. هي خلاص خلصت. ودي بختار سكته. ما يبقاش يزعل مني بقى لما اختار انا كمان سكتي. مش راضي ترد عليا ليه؟ مال دراعك؟ يا سماح ما تلاقيش، دي وقعة صغيرة كده وربنا سترها الحمد لله. حبيبي مال دراعك؟ ده أنا يا عمتي مالك وقع. وقع؟ أنت
جبت لي العبايات؟ جبت لك العبايات يا عمتي. انا كنت عاوزه يعني مايو بيكيني كده. مايو ايه بس في السن ده يا عمتي؟ عايزه اروح الفسيل. مساء الخير. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. امال فين ديبو؟ ما جاش معاكوا ليه؟ ديبو ربنا كرمه هناك وتعرف الواحد صاحب شركه كبيره، ادعي له ربنا يوفقه. ده عياله يا ابني، ده ابن قلبي وبطني، يجي بالسلامه. الف سلامه على دراعك يا حبيبي. الله يسلمك. تصبحوا على خير. ما تخليه يسود. معلش فوتكم بعد. يا بنت سماح وحشتيني. وانت كمان. هو في ايه؟ تعالي يا عمتي تعالي. يلا ربنا يهني سعيد بسعيد. اه العبايات ما تنساهاش. ماشي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا سيكا، وحشتني يا بت. وانت كمان، اوعى تسافر وتسيبني تاني. وحشتك ولا ايه؟ وحشتني قوي. والله كان نفسه معايا بنت سماح. وانا كمان، بس الحمد لله ان انت رجعت لي بالسلامة يا اخويا. اقول لك على حاجة يا ميمي، انا كنت حاسة كده يا اخويا زي العيل التايه اللي مش عارف يروح فين ويجي منين. بجد يا سماح؟ ما تقلقيش، مش سيبك وسافر تاني يا بت. ايوه على الله. ماشي. وبعدين رجع لي كده دراعك مكسور. يلا عشان تعبان عايز اغير هدومي، وعاملي لي اكل بقى حلو كلها. عامله لك يا لهوي، انا كل يوم بحضر اكل عشان لو هتيجي. تعالي. مالك في ايه؟ افتحي يا جيجي، افتحي يا بنتي، في ايه مالك؟ سيبيني بقى. دي نسبرت، انا خدت ايه؟ غلاوتي عندك؟ شفت غلاوتي خلاص يا ديبو. كده على ابو قلبي يا اخي، صدقته وانا كنت طلعت كذاب، وحياه امك هترجع ما هتلاقيني، وانا قلتها لك، وايمانات المسلمين عندي ما هشتري حد بعدي. تعرف ألطف حاجة في اللي انت حكيته ايه؟ مش حكاية انهم سافروا من غير اذني، او انهم بيشتغلوا مع الشيم من ورايا، لا، انهم بيتحدوني. لا ده كده تبقى ناس عبيطة قوي، مش عارفين الورطة اللي بيحطوا نفسهم فيها. جنرال تفتكر؟ ده انا متأكد. سعيد الدهشوري فين؟ سعيد متجنن من الحركة وقلقان من الدهشوري بسبب بيع لبعاله. الاتنين بقوا أغبياء، وما ينفعش اتنين أغبياء يتحبوا بعض. أمر واللي تشوفه ساعتك هننفذه على طول. سيبني الأول أشوف حكاية العيال دي إيه. تمام ساعتك. شوف يا سن، اللي بيعمل غلط نوعين، نوع عارف هو بيعمل إيه ومصر على اللي بيعمله ومتوقع رد الفعل، ونوع تاني غشيم مش فاهم هو بيعمل ايه. اطربنش. العيال دي عارفة هي بتعمل ايه ومتوقعة غضبي ورد فعلي، عشان كده انا عايز افاجئهم، ادهشهم. يعني بابلو عامل معاك الصح شيء، واحنا كمان عملنا معاهم الصح على فكره. مفيش حاجه بتيجي بالسهل يا اخويا. اللي ايه موضوع الدهشور ده يا شيخ؟ وازاي فك منك كده؟ عمتك منها لله، هي اللي هربته. يلا مش مهم، هو كان هيفضل عندنا طول العمر. بعدين هو ما لعبش بينا قوي، ما اخر ضلينا على مكان الولد. يعني انت مش زعلان مني؟ انا محتار بس في امرك حبتين. من ايه بس؟ من ايه بس ايه؟ هبتك مره واحده علينا من بره، شكلك كده ما كانش مظبوط. خلاص انت جاي هربان من حاجه ولا ايه حكايتك؟ وهرب من ايه بس يا اخويا؟ وانا قلت لك على كل حاجه، مرات الراجل مش سايباني في حالي، وانت عارفني ماليش في العك ده. يعني هي دي الحكايه من اولها لاخرها؟ طمني عليك. يعني لو كان في اي حاجه ما كنتش قلت لك؟ ده انت نص التاني يا جدع. ماشي يا سيكا، عديها بمزاجي. اللي قول لي انت ايه موضوع المحل صحيح؟ ايه حكايته؟ خلاص متشطب وهنفتح قريب. ما شاء الله بالسرعه دي. فلوس حاضرة، شغل ماشي. فلوس حاضرة، شغل ماشي، صح؟ ما الفلوس بتعمل كل حاجة. أنت آخر حاجة كنت ماسكها إيه صحيح؟ يا ريه يا عم ميمي، أنت تستجوبني ولا إيه؟